فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يذهب إلى جدة لزيارة مريض. رجل يريد أن يذهب إلى جدة لزيارة مريض ويقول إن حصل لي فرصة فإنني سأؤدي العمرة، يقول من أين يحرم هذا؟ يحرم من المكان الذي عزم على العمرة فيه، من جدة أو من خارج الحرم، المكان الذي عزم على العمرة يحرم منه، هذا ميقاته من حيث أنشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.